بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، برحب بيكم في فيديو جديد. والنهاردة الفيديو بتاعنا يمكن هو متعلق شوية بالفيديو اللي فات، خاصة إن كتير من الطلبة كان في تعليقاتهم إن فقد الشغف عندهم كان بسبب الضغط اللي موجود في الكلية. فإحنا عايزين كده نتعرف مع بعض النهاردة على إزاي إن إحنا نقدر إن إحنا نتعامل مع الضغط اللي بيكون في كلية زي كلية الطب. خلينا في البداية متفقين إن كلية الطب دي يا جماعة زي ما أنتوا عارفين أكتر كلية بيبقى فيها ضغط، دي على مستوى العالم على فكرة، يعني مش في مصر بس الموضوع ده، لأ هو في العالم كله، يعني لدرجة حتى إنجلترا فيها نقص شديد في الأطباء بسبب إن الإنجليز ما بيحبوش يدخلوا كلية الطب، ليه؟ عايزين يعيشوا حياتهم. فحتى يعني زي ما قلت لكم الموضوع ما هوش مقصور على مصر بس ان هي مضغوطه، لا ده على مستوى العالم معروف ان هي اكتر كليه بتبقى ستريسفول. طيب هو ليه كليه الطب اكتر كليه فيها ضغط؟ ليه يعني انت فكرك ليه؟ لاسباب كتيره جدا. اولا ان المواد فيها بتبقى كتير، يعني انت اكيد محتاج ان انت تدرس جسم الانسان من الناحيه الطبيعيه ومن الناحيه المرضيه وازاي تتعامل مع هذه الامراض. تاني حاجة بسبب ان السنة الدراسية نفسها بتبقى طويلة، وده طبعا بيخليك ايه، ان انت بتخلص متأخر، فتيجي بقى تقارن نفسك بزمايلك اللي في الكليات التانية تلاقيهم خلصوا بدري وبيتفسحوا وبيتصوروا ومنزلين صورهم على الفيسبوك والانستجرام، فتقول يعني يا بختيهم. فطبعا الكلمة اللي انا هقولها دايما الله يخرب بيت السوشيال ميديا، الله يخرب بيت السوشيال ميديا، في كل فيديو كده هقعد اقولها. يعني انتم ما بتشوفوا الصور بتاعتهم بتحسوا ايه بنفسكم بحزن، الناس عايشين حياتها وانا اللي لسه قاعد بمتحن وبذاكر. غير كده طول سنين الكلية، يعني بالرغم ان الكلية بقت 5 سنين دلوقتي لكن في سنتين امتياز، فبالتالي دي عوضت دي، وفي امتحان بعد 5 سنين وفي امتحان تاني بعد الامتياز، فالنظام يعتبر عدد السنين ما فرقش عن النظام اللي قبل كده اللي كان 6 سنين ومعاه سنة امتياز. فبرضه نفس الحكاية، انتوا بتلاقوا نفسكم لسه في الكلية ولسه عندكم امتحانات، وزمايلكم في الكليات التانية ايه خلصوا واتجوزوا وخلفوا بقى معاهم عيال صغننين، وانت لسه ايه، وانت لسه بتمتحن. غير كده برضه من الاسباب ان خلينا يعني متفقين اكيد ان امتحانات الكلية مش سهلة، فبالتالي ده اكيد بيعمل عليك نوع كبير من انواع الضغط النفسي. غير كده كمان ان برضو خلينا ايه متفقين ان في حالة من التنافس الشديد جدا في كلية الطب، يعني كل 1 من 10 درجة بتفرق، ممكن ان هي تنقلك من تخصص لتخصص تاني، ممكن تخليك تتعين في الكلية او ما تتعينش، ممكن تخليك تلحق نيابة في الكلية او ما تلحقش. فبالتالي احنا كده عايشين زي ما تقولوا ايه في حالة من الماراثون، كله عمال ايه عمال بيجري ونشوف في الاخر مين ايه هيوصل الاول. الحاجة اللي بعد كده برضو اللي بتسبب ضغط في الكلية إحساس الطالب إن هو قاعد كده 2 سنين من حياته في الكلية عمال يدرس في حاجات نظري، يعني حاسس كده إن هو ما بقاش دكتور، أنا عمال أضيع سنين في كلام نظري، ده أنا حتى بتخرج مش قادر أكتب روشتة للعيان، مش عارف أشخص مرض مع نفسي. وخاصة لما تسمعوا الكلام ده بقى من الناس الأكبر اللي خلصوا، يقول لك يا عم ده أنا خلصت الكلية ولا بعرف إن أنا أكشف على حد ولا أكتب لهم روشتة ولا أي حاجة خالص. فده الكلام ده لما بيوصلك بتحس إيه ده، يعني أنا هقعد كده طول حياتي أو طول مش طول حياتي، هقعد 5 سنين بتوع الكلية وأنا في الآخر مش دكتور؟ فده أكيد بيعمل نوع من أنواع الضغط النفسي. السبب برضو اللي بيؤدي للضغط في الكلية هو لو في طالب بالفعل دخل الكلية وهو عنده حالة من الاكتئاب، فده بيؤدي لإحساسه الشديد بالضغط اللي موجود في الكلية مع كتر الامتحانات وصعوبتها وطول السنة الدراسية و و و، فأكيد الاكتئاب المرضي ده بيسبب الإحساس الزايد بالضغط في الكلية. والموضوع الاكتئاب ده يا جماعة بالذات، يعني إن شاء الله بإذن الله في فيديوين ليه، فيديو جاي بإذن الله أنا هتكلم فيه مع نفسي، وفي فيديو تاني هيكون في حد فيه معانا. فالاكتئاب من الحاجات اللي احنا دايما في كل فيديو هحطها لكم في الموضوع، يعني زي السوشيال ميديا كده ما هي سبب كل خراب، الاكتئاب برضو له دور كبير جدا في الدايره اللي احنا بنلف بيها في كل حاجه في حياتنا. طيب عايزين نعرف هو ضغط الكليه ده ممكن يؤدي بينا ايه، هيعمل فينا ايه؟ هيعمل فينا اللي انا قلته المره اللي فاتت، هيوصلكم لحاله من فقد الشغف، حاله الانديفرنس، اللي انا بقى من كتر ما انا مضغوط من الكليه خلاص والله ما انا مذاكر، يلا مش فارقه يحصل اللي يحصل. فده فعلا
بيحصل في كتير من الطلبة. الحاجة التانية ان كتر ضغط الكلية ممكن يؤدي بالطالب للاكتئاب، وزي ما قلت لكم الاكتئاب ده يا جماعة عبارة عن ايه؟ دايرة بلف فيها. يعني الاكتئاب بيؤدي لفقد الشغف، وفقد الشغف بيؤدي للاكتئاب، والاكتئاب بيؤدي لفقد الشغف، وهكذا. نفس الكلام المرة دي، ضغط الكلية بيؤدي لاكتئاب، والاكتئاب بيؤدي لاحساس مزيد من ضغط الكلية، وهكذا وهكذا. دايرة عمالين ايه؟ عمالين نلف بيها. فعشان كده الاكتئاب ده هيكون له موضوع لوحده كده، نشوف ازاي هنعرف نتعامل معاه. طيب يجي السؤال بقى، ازاي اقدر ان انا اتعامل مع ضغط الكلية؟ اولا يا جماعة، يعني الكلمة اللي احنا دايما بنسمعها من كتير من الطلبة ان انا ضيعت عمري هدر في الكلية وغيري عايش حياته و و و خليني اقولك ان ربنا عشان يوصلك لمرحلة او لمكانة، ان هو يحط في ايدك اسمى حاجة خلقها ربنا سبحانه وتعالى، ألا وهي النفس البشرية، أكيد أنت مش هتوصل لحاجة زي كده بالساهل. أكيد هتتعب، أكيد هتضحي بجزء كبير من راحتك، هتضحي بجزء من حياتك الاجتماعية، ده أكيد. بس هي دي التضحية اللي بتديزيرف، التضحية اللي بتستحق. يعني أنت مثلا إيه؟ ما ضيعتش حياتك في في في, في حاجة ملهاش لازمة. يعني مش مثلا ضيعت حياتك في خروجات، في قعدة على الفيسبوك، في فسح، في كلام ملوش داعي، كلام كتير ملوش داعي. لا، انت ضيعت وقتك او ضيعت سنين من عمرك في حاجة تستحق. يعني دايما احنا نقول ايه، يعني حديث اللي هو سيسأل المرء عن عمره فيما افناه، انت افنيته في ايه؟ يعني هتقول لربنا افنيته في ايه؟ افنيته في صرف الفلوس، افنيته في على السوشيال ميديا، افنيته في الخروج مع صحابي؟ لا، انا ضيعت سنين من عمري، او في سنين من عمري قضيتها افنتها في ان انا بتعلم. بتعلم ليه؟ عشان زي ما قلت لكم ابقى متاهل للمكانه اللي ربنا هيحطني فيها، الا وهي ان انا تبقى في ايدي نفس بشريه بعد ربنا سبحانه وتعالى، اكون انا السبب في ان النفس دي تشفى من المرض اللي هو فيها. فزي ما قلت لكم يا جماعه، انتوا اكيد يعني في تضحيه كبيره، بس تضحيه تستحق. الحاجة التانية من الحاجات المهمة اللي هي هتقلل من إحساسنا بضغط الكلية، إن أنت تذاكر صح وتنظم وقتك صح. وأنا يمكن قبل كده اتكلمت عن فيديو عن طريقة المذاكرة، وهتكلم تاني، يعني في فيديو تاني برضو هعمله عن المذاكرة، لأن المذاكرة دي هي لب الموضوع كله. المذاكرة اللي هي لازم تكون أول بأول، المذاكرة اللي هي تكون بالكيف وليس بالكم. إزاي أنظم وقتي صح؟ كل ده لما انا هعمله هحس ان انا مرتاح نفسيا. ليه؟ انا ذاكرت وعملت اللي عليا ورجعت، فخلاص كده انا ايه، يعني مفيش حاجه تانية بايدي ان انا اعملها. فاحساس ان انا عملت اللي عليا وعملت اللي عليا صح، ده اكيد هيقلل كتير من ضغط الكليه. غير كده يا جماعه، من الحاجات برضو مهمة عشان اقلل بيها ضغط الكلية، ان انا افصل. لازم افصل، الفصلة دي مهمة جدا. يعني احنا مش مكان شغال 24 ساعة، ده حتى المكان بيفصل، يعني دي التلاجة بتفصل. انت مش هتفصل، هتفصل امتى؟ هتفصل اولا في وقت الدراسة وانت بتذاكر، ما قلناش وقت الامتحانات، وقت الدراسة. يعني انا زي ما قلت لكم قبل كده، انت مطلوب منك ايه في اليوم؟ ما تقعدش مذاكرة 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 ورا بعض ورا بعض ورا بعض، لازم تفصل في النص، لازم. يعني ما بين كل محاضرة وحاضرة افصل ان شاء الله نص ساعة. زي ما قلت لك، يعني عايز تلعب رياضة ماشي، ما فيش مشكلة. عايز بعد ما تخلص بالليل تروح الجيم، روح يا سيدي. عايز نقرا قصة، لو بتحبوا القراية اقروا قصة، مفيش أي مشكلة. عايز تتفرج على حاجة اتفرج، مفيش أي مشكلة خالص. الفصلة دي مهمة جدا، وزي ما قلت لكم دايما خلوا الحاجة اللي أنت بتحب تعملها هو ده الحافز ليك بإنك تغير من مذاكرتك. الفصلة برضو اللي أنا محتاجاها يا جماعة ما بين السنة الدراسية والسنة التانية، يعني هو في طلبة مجرد ما بيخلصوا سنة عايزين يبتدوا في السنة اللي بعدها على طول. ليه؟ علشان يحسوا كده إن هم إيه، لما تبتدي السنة الدراسية هيبقوا مرتاحين إن هم خلصوا. لا، خلي بالكوا، أنا دي بتخوفني جدا. ليه بتخوفني جدا؟ أنت مفيش مشكلة هتبتدي في الصيف خلاص، وهتبتدي السنة الدراسية وأنت مرتاح، بس تعالى بقى على نهاية الترم الأول إيه اللي هيحصل؟ هتقع، مش هتقدر تكمل. دي واقع، هي مش هتقدر تكمل. فعشان كده انا دايما بقول لهم يا جماعه افصلوا. عايزين تبتدوا بدري، ابتدوا مثلا قبل الدراسه، ممكن نقول مثلا باسبوعين، باسبوع. مش عايز تبتدي خالص، مالكش نفس، ما تبتديش يا سيدي، ابتدي مع الدراسه عادي خالص، بحيث ان انت تكون كده اخدت كفايتك من الراحه، وتبتدي اول باول مع بدايه السنه الدراسيه. ما عنديش اي مشكله خالص. فكون ان احنا نفصل
دي حاجة مهمة جدا، لأن أنا زي ما قلت لكم قبل كده الروتين اليومي، الروتين اليومي نذاكر وننام ونقوم تاني يوم نذاكر وننام، هيؤدي لفقد الشغف وهيزود إحساسك بالضغط بتاع الكلية. حاجة تانية عايزة أقول عليها إيه؟ عايزة أقول إن إحنا جماعة لازم نكون عندنا كده إيمان من جوانا قوي إن إحنا عملنا اللي علينا. بمعنى إيه؟ أنت أخدت بالأسباب وذاكرت صح وما قصرتش، وحط تحت ما قصرتش دي 1000 خط ماشي، وبالرغم من كده مثلا ها ما جبتش التقدير اللي انت عايزه. يعني في ناس بتقول لي احنا عايزين نجيب امتياز وما جبناش وجبنا جيد او جيد جدا، او 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 يعني لا قدر الله زي ما قلت المره اللي فاتت انت ما توفقتش في الدراسه. فهنا في حاجتين، ما توفقتش في سنه من السنين زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، هنقف عند الاسباب وهنشوف احنا ما توفقناش ليه، ومن بداية السنة الدراسية الجديدة هنعالج المشكلة بتاعتنا. لكن لو انت جبت تقدير ما هواش التقدير اللي انت عايزه، قلت لك المرة اللي فاتت ايه، دي مش نهاية الدنيا خالص. لان يا جماعة الناس كلها كده حاطة في دماغها انها لو ما جابتش امتياز كل السنين وما تعينتش في الكلية فهي كده تبقى فشلت. عايز اقول لهم المفهوم ده غلط غلط. تاني هقول لكم، يا ما ناس كانت بتطلع من اوائل الكلية ها وتعينت ومحدش بيسمع عنها حاجه في السوق، وناس تانية كانت جايبه بتقدير جيد واكله السوق. بلاش، هقول لكم على حاجه، في ناس بتتعين في الكليه ها ولظروف ما بتستقيل وتسيب التعيين، وعارف لما تستقيل ايه اللي بيحصل؟ بيجي المرشح اللي بعدها اللي هو ما بيكونش له تعيين بياخد الوظيفه. انت متخيل؟ يعني حصلت كتير جدا جدا. يعني في ناس مثلا لظروف ما عائليه حصلت استقالوا من الوظيفه، وفي ناس تانية وهم في الوظيفه جات لهم فرص سفر ومش عايزين يقعدوا هنا فراحوا استقالوا خلاص، فراح اللي هو اللي ما كانش له تعيين اصلا ها اتعين مكانه. فانت متخيل بص الاقدار بتمشي ازاي. غير كده برضو هقول لك على حاجه تانية، انا مثلا يعني كان في حد في دفعتنا كان شاطر جدا بصراحه، يعني ولد كان مخه رهيب ما شاء الله، وكان بيحب ان هو ياخد المعلومه بفهم مش بحفظ، فكان بياخد وقت كتير جدا ان هو بيقعد يقرا من مراجع عشان ياخد المعلومه عن فهم. زميلنا ده طبعا نظرا لان المناهج بتاعتنا فيها كم من الحفظ رهيب ولا تسمح للطالب ان هو يبص في مراجع ويقرا و و و، فهو يعني نجح بس من غير ما يتعين، ما تعينش في الكليه، ما جابش امتياز حتى على فكره، ما جابش امتياز. بس زي ما بقول لكم زميلنا ده كان طالع وكلنا نشهد له، يعني مخه احسن من اوائل الدفعه كلها. طيب ايه اللي حصل؟ عمل المعادله البريطاني وراح انجلترا واشتغل فيها، وحاليا ماسك بوزيشن كبير جدا في اكبر مستشفى بتاعت اورجان ترانسبلانت او اللي هي نقل الاعضاء اللي موجوده في انجلترا. فعايز اقول لكم ايه، عايز اقول لكم يا جماعه طالما انتوا عملتوا اللي عليكم وعملتوا اللي عليكم، اديني بقولها لكم تاني، ما تزعلش على التقدير اللي انت هتجيبه، لان ثق ان ربنا بيديك الدرجه دي علشان يمشيك في سكه معينه لتخصص معين، هو ده اللي هيكون فيه الخير ليك. اقول لكم على حاجه، مثلا انا زي ما قلت لكم كنت طالعه 19 على الدفعه، فوقتها جاء يعني انا كنت وقتها مخطوبه، وكان وقتها زوجي اللي هو دلوقتي هو كان انف واذن، فقعد يقنعني ان انا اخد سمعيات عشان نعمل ايه سنتر بقى مركزهم مع بعض، هو انف واذن وانا ايه حول لي سمعيات. قلت ماشي، يعني السمعيات كويسة وبتجيب فلوس حلوة مفيش مشكلة ناخد سمعيات، برغم ان كنتش بحبها قوي بصراحة مش هكذب عليكم يعني، بس مش مشكلة يعني حاجة مستقبلها كويس ناخدها. جيت يوم الاجتماع جيت قلت سمعيات، فجاء يوم العميد قال لي ايه، لا انت مش هتاخدي سمعيات، انت هتاخدي نيابة انف واذن وحنجرة وهتتوزعي داخلي جوه القسم. يعني ايه؟ يعني هو قسم السمعيات ده تابع الانف واذن وحنجره، انا اخد نيابه انف واذن وبعد كده هم يبقوا يوزعوني على السمعيات. فانا خفت، طب انا كده ممكن يدولي نيابه انف واذن من غير ما اتعين في الكليه، يعني ابقى نايب بخلص فتره الماجستير وباي باي باي باي. فقلت ايه، لا خفت بصراحه، خفت على الترتيب بتاعي. رحت في ساعتها وانا واقفه قايله ايه، قايله هيستولوجي، وانا واقفه قايله هيستولوجي في اللحظه ذاتها.
اخدت الاستولوجي وانا كنت بحبه على فكره، مش ما كنتش بحبه، بس لقيت بقى من كتر الناس اللي حواليا اللي قاعدين يقولوا لي ايه اللي خلاكي عملتي في نفسك كده، هو الاستولوجي ده بياكل عيش، ايه اللي خلاكي كده، انت 19 على الدفعه تاخدي في الاخر استولوجي. بصراحه ما اكذبش عليكم، من كتر الكلام يعني عارف الزن على ودان امر من السحر، من كتر الكلام بدات ان انا اتاثر بكلامهم، خاصه بقى زي ما قلت لكم برده في الفيديو اللي فات لما كنت بقول للطلبه او اقول لاي حد انا استولوجي اخي، الحركه دي خلتني فعلا احس ايه اللي انا عملته في نفسي ده، انا ليه اخدت الهيستولوجي، ما كنت اخدت نيابه انف واذن وكانوا يمكن هيوزعوني على السمعيات، ايه اللي خلاني اخاف كده. قعدت فتره بكده، لكن بمرور السنين بمرور السنين اكتشفت ان الهيستولوجي ده هو اللي كان فيه الخير ليا، كان فيه الخير، بس انا وقتها ما كنتش شايفه الخير. عرفت ان ربنا كده بيمشيك في ممرات قدريه في نهايتها هو ده اللي هيكون فيه الخير ليك، بشرط زي ما قلت لك ان انت ايه تعمل اللي عليك وما تاثرش. فهو ده اللي بقوله لكم يا جماعه، اعملوا اللي عليكم وما تاثروش وما تزعلوش من التقدير، وثقوا ان في الاخر ها ربنا هيشيل لكم الخير. والله يا جماعه اسماء في السوق كتيره جدا ومش عايزه اذكر اسم، ما كانوش ناجحين بتقديرات عاليه وفي الاخر اكلوا السوق. فالموضوع في النهايه مين بيثبت شطارته او مين بيثبت نفسه بشطارته، مش بالترتيب اللي كان طالع بينهم من الكليه. عايز اقول برضو حاجه تانية للناس كتير اللي بتسالني، يعني انا دلوقتي في سنه اولى ما جبتش التقدير اللي انا عايزه، هل في امل بعد كده ان انا اتعين؟ هقول لكم يا جماعه اه طبعا في امل، طبعا في امل، اتس نيفر تو ليت، مفيش حاجه اسمها متاخر. يعني سنه اولى دي بكل درجاتها ما تجيش حاجه في فرده الجراحه، يعني انتم متخيلين بكل درجاتها ما تجيش حاجه في فرده الجراحه. يعني الناس اللي هي نفسها ان هي تتعين وحلم حياتها لو السنين اللي جايه جت كده شدت حيلها وقدرت انها تقفز قفزات عاليه هتقدر انها تتعين. انا افتكر طالب من سنين طويله جدا كده كان جايب في سنه اولى جيد، عايز اقول لكم التراكمي بتاعه اللي هو التراكمي بتاع 6 سنين ها خلاه يطلع ال 14 على الدفعه، فانتوا متخيلين القفزه اللي هو قفزها كانت قد ايه. فما حدش يقول لي ايه انا خلاص كده في سنه اولى ما جبتش الامتياز يبقى الموضوع انتهى، لا الموضوع ما انتهاش، وزي ما قلت لكم تاني اتس نيفر تو ليت، ومفيش حاجه مستحيله، ادعي بس ربنا ان هو يكتب لك الخير، التخصص اللي فيه الخير ويرضيك بيه. طيب عايز اقول حاجه تانية برضو، عايز اقول يا جماعه ان انتوا لازم تقتنعوا كويس قوي ان الكلام اللي بيقوله لكم زمايلكم الاكبر منكم ان انت بتقعد طول السنين تذاكر في معلومات نظري وفي الاخر بتطلع مش عارف تكتب روشته لدكتور، هقول لكم طب ما ده طبيعي، هو انت المطلوب منك ان انت تخلص سنين الكليه وتجري تقعد في مستشفى تشخص العيان وتكتب له روشته؟ ما كانش حد غلب يا جماعه، مش حد غلب والله العظيم. يعني انت خلي بالك انت بتقعد الخمس او الست سنين في الكليه فقط عشان تجمع معلومات نظري وتشوف لك كام حاله كده على الماشي، كام عيان يعني فقط، لكن هو كل المطلوب منك بالفعل ان انت تجمع معلومات نظري فقط. طب امال امتى يا دكتوره ايمان هنشوف الحياه العمليه والعيانين؟ هتشوفهم فتره الامتياز، فتره التعلم اللي هي الناس للاسف الطلبه دلوقتي بتخلص الكليه وتيجي في الامتياز ما بتحضرش الامتياز بتاعها، ما بتحضرهوش، وتروح تشتغل في مستوصفات ومستشفيات عشان تجيب فلوس، فالنتيجه الايه؟ ان هم ما بيتعلموش. جماعه فتره الامتياز دي فتره كريتيكال جدا، انا واحده من الناس اتعلمت في فتره الامتياز كم مهارات اكلينيكيه ها ما اتعلمتهاش يعني في الست سنين بتوع الكليه، حاجات فعلا عملتها لحد دلوقتي انا فخوره جدا جدا بان انا عرفت اتعلمها، لان اللي عايز يتعلم بيتعلم، خلي بالك هو ما حدش هياخدك من ايدك يقول لك تعالى والنبي عشان اعلمك، لا انت اللي بتروح وانت اللي بتطلب من الدكتور انا عايز اقف معاك في العمليه دي، انا عايز اتفرج على ده، انا عايز اعمل بايدي ده، انت بنفسك اللي بتطلب، اللي ما حدش بيديك التعليم بالمعلقه. لكن شيء طبيعي ان انت لما تخلص سنين الكليه وتروح تجري تشتغل في مستوصف ولا مستشفى وتقول انا مش عارف اكتب روشته، طب ما طبعا انت هتكتب ازاي؟ انت هتخبط مع العيان كده ها او بالورق اللي هم بيديهولك اسمه بتاع ورق الامتياز اللي فيه اسطمبات، يعني حتى العيان بقى اسطمبه انت متخيل؟ فتروح ايه تقوم كاتبه العيانين. يا جماعه جامعات كتيره جدا بره وجامعات رانكينج ليها ترتيب على مستوى العالم، الخريج بتاعها بيبقى عباره عن اوبزرفر بيقعد سنين جاست ان هو واقف بيتفرج، سنين طويله جدا جدا بيتفرج، وبيقعد بعد السنين الطويله دي يسمحوا له ان هو بس يمد ايده على عيان عشان يعمل له حته عمليه صغيره. انتوا متخيلين؟ اقول لكم حاجه تانية، انا زي ما قلت لكم ان انجلترا فيها نقص شديد جدا في عدد الاطباء، فهم عشان كده فتحوا الباب للمعادلات وسهلوا فيها جدا خاصه في جائحه كورونا، فهم محتاجين دكاتره.
فدكاترة كتير جدا من مصر عملوا المعادلة وراحوا انجلترا، كتير جدا جدا يعني، انجلترا بقى نصها تلات ارباعها مصريين دلوقتي. فمن الحاجات اللي هم بيسألوها لهم هناك، انتوا ايه العمليات اللي انتوا اشتغلتوها بايديكم؟ طبعا دول كلهم بيبقوا لسه يعني لسه يا دوبك بيعادلوا الماجستير بتاعهم، فبيقول له انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، بيتخض، انت عملت كل ده وانت لسه يعني متخرج ومخلص النيابه او واخد الماجستير بتاعك؟ يعني انت عملت كل ده امتى؟ كل ده امتى؟ كل ده اتعمل في فتره النيابه بتاعتي. ليه يا جماعه؟ لان خلينا متفقين ان بره الانسان بريشيس، حاجه غاليه جدا، فبالتالي هم مش بيسمحوا للدكتور ان هو يمد ايده على العيان ويعمل عمليه غير بعد سنين طويله جدا. احنا عندنا في مصر الوضع مش كده زي ما انتم عارفين، فالنايب اللي هو يعني يا دوبك بيخلص امتيازه من هنا ويبتدي النيابه بتاعته، او حتى هو لسه في الامتياز، ممكن بيخلوه ها، او مش ممكن بيخلوه، بيخلوه ان هو يبتدي ان هو يشتغل ها ويمد ايديه ويتعلم ويتعلم. يعني انت ممكن في الامتياز بتتعلم مثلا الخياطه، ممكن تتعلم تفتح كده مثلا لو عمليه جراحيه زايده تبتدي تفتح كده، وفي ناس عملوا زايده هم في الامتياز على فكره، عملوا يعني شالوا زايده هم في الامتياز. فالفكره ان الخريج بتاعنا من هنا ها بيبقى عنده مهارات، خلي بالك، اكبر من الخريج بتاع بره يعني بتاع انجلترا مثلا، بيبقى اكتر زي ما قلت لك، بيمد ايده في حالات اكتر من اللي بيمدها واحد استشاري هناك في انجلترا، فانتم متخيلين. فعشان كده يا جماعه الناس اللي بتقول احنا ضيعنا سنين عمرنا في الكليه في معلومات نظري، ما هو ده مطلوب منك. ما هو اسالك سؤال، ايه اللي فرق ما بينك وما بين تمرجي ولا يعني ولا ممرض واقف ان هو بيشوف الدكتور وبيشتغل في العمليه؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ الفرق المعلومات الساينتفك. الساينتفك التمرجي ها ما عندوش معلومات ساينتفك، انت عندك. الممرض عنده معلومات ساينتفك بس مختلفة عن اللي عندك، وانت عندك حاجات اكتر بكتير من عند الممرض، فبالتالي المعلومات دي هي دي اللي انت بتبقى زي باك جراوند كده، اساس هيتبنى عليه بعد كده كلينيكال. لان زي ما دايما ما بنقول التعليم في كلية الطب ده عامل زي الهرم، هرم مدرجات كده، الاساس عباره عن البيزك ساينس اللي هي المعلومات النظريه انت بتاخدها، وطول ما انت طالع طول ما انت بتتدرج لحد ما توصل للكلينيك للقمه اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الكلينيكال. فعشان كده يا جماعه بلاش تخلوا حد يحبطكم ويقول لكم انتوا بتضيعوا سنين عمركم هدر في الكليه، ما بتستفيدوش حاجه، كل المعلومات اللي هتاخدها دي ملهاش لازمه. لا يا جماعه، ليها لازمه. ولما تيجوا تحضروا المعادله ايا كان البلد اللي انتوا هتروحوها، هتعرفوا ان المعلومات اللي بتاخدها دي ليها لازمه، وبدليل ان اي معادله من اي بلد ها ليها ايه؟ ليها اسئله نظريه في الحاجات البيزك ساينس، المواد الاساسيه، العلوم الطبيه الاساسيه اللي حضرتك بتدرسها. طيب في حاجة تانية مفروض نعملها عشان نقلل ضغط الكلية؟ لو عندك اكتئاب، تاني بقولها، لازم تعالج الاكتئاب، لازم، ان معالجة الاكتئاب دي يا جماعة مهمة جدا في تقليل ضغط الكلية. زي ما قلت لكم ان الاكتئاب ده معروف ان هو بيدمر حاجات كتير جدا في نفسية الانسان. الاكتئاب ده يا جماعة محتاجين ان احنا لو حسينا بتغير في شخصيتنا، بانعزالنا عن الناس، بحبنا لعدم الكلام وتفضيل الوحدة، يبقى لازم نروح للدكتور ونشوف اللي عندنا ده زي ما بقول دايما عرض ولا مرض، ولو مرض لازم نعالجه، ومش نعالجه بس، هنعمل حاجات تانية هنعرفها ان شاء الله في الفيديو الجاي. عايز اقول لكم يا جماعة في النهاية ان الكلية بضغطها مش هيتغير، لكن انت اللي لازم تأقلم نفسك مع الكلية، زي الحياة في المجتمع، والمجتمع مش هيتغير، لكن انت اللي لازم تأقلم نفسك مع المجتمع. هتأقلم نفسك ازاي مع ضغط الكلية؟ تغير من تفكيرك ها، وتتوكل على الله، وتتعامل صح مع الكلية بكل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. ربنا يوفقكم ويسهلكوا كل أمر عسير، ويبعد عنكم كل هم وغم وحزن، وتخلصوا إن شاء الله كلية على خير. شكرا ليكم، نلقاكم المرة الجاية إن شاء الله.